ميجا ستور، ميجا ستور تلبي رغبات الجمهور، أكبر ساحة للأزياء وأرقى أنواع العطور. ميجا ستور، ميجا ستور، ميجا ستور، ميجا ستور تلبي رغبات الجمهور، أكبر ساحة للأزياء وأرقى أنواع العطور. ميجا ستور، ميجا ستور، ميجا ستور هي الأسر تجمعها وقفة واحدة. ميجا ستور، ميجا ستور هي العلامة الرائدة، متألقة متجددة، كل احتياجات الأسر تجمعها وقفة واحدة. ميجا ستور، ميجا ستور عروض ترضي ذوقك. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء في يوم آخر من برنامجكم عيديتك علينا. نستقبل اتصالاتكم على الرقم من داخل السعودية 7-0-0-0-7-4-4-2 ومن كل أنحاء العالم 0-0-8-8-2-1-6-2-2-7-7-4-1-0-6 تحويل رقم 6. سؤال الشات هو: كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ للإجابة ارسل كلمة طفل أو طفلة على الأرقام اللي راح تظهر لكم أسفل الشات بعد البث المباشر. وهلا والله نورتوا. وعندنا اتصال. ألو فتون. ألو. ألو. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كيفك انتي؟ تمام. كل عام وانت بخير. وانت بخير. تحبي تشاركي في المسابقة ولا تكلمي الزهرات؟ في المسابقة. اوكي، السؤال مع النجمة إلهام، تفضلي السؤال. السؤال هو: كم قلب للأخطبوط؟ تبين خيارات؟ ايوه. ثلاثة ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ثلاثة. إجابة صحيحة. إجابة صحيحة ودخلتي معانا في السحب وإن شاء الله تفوزين بأحسن الجوائز. وخلونا ندردش مع المذيعتين اللي عندنا. وعندنا لعبة خفيفة اللي هي اللعبة، أنا راح أقول مثلا لإلهام اليوم أكلتي، ما تجاوبني بإيوة أو نعم أو لا، جاوبني مثلا أكلت ما أكلت. تمام؟ فهمتي؟ يلا نبدأ. سؤال لك سؤال لها، ولا واحدة بعدين واحدة، واحدة بعدين واحدة؟ لا خلي مع سؤال بعض. مع بعض. طيب يلا السؤال. أيوة كيف مع بعض؟ أيوة كيف مع بعض؟ عادي الوحدة تجاوب، يعني هي تسألني سؤال لها وسؤال لك، مو نفس السؤال. طيب اليوم أكلتي؟ أكلت. اليوم سويتي شعرك؟ سويت شعري. سافرتي؟ ما سافرت. سافرتي؟ سافرت مع الفرقة. طلعتي بث مباشر؟ ليه ولا لها السؤال؟ أنا أطول فيك. طلعتي بث مباشر؟ طلعتي بث مباشر. طلعتي؟ طلعت. عندك غرفة لحالك؟ عندي غرفة لحالي. نفسه؟ عندي غرفة لحالي. ما ينفع نفسه عشان ما تقولوا نفس الإجابة. أيوة. طيب قلتي أيوة. قلي والله. لا لازم كذا خلاص. معليش خديجة خرجت. ما كل هذا لعب ثلاث محاولات. لا ما في ثلاث محاولات. معليش أسف. أنا ما قلت إلا الحين. قلتي أيوة. والحين ننتقل إلى ميجا ستور مع عمو أحمد، ميجا ستور مع عمو أحمد والمتسابقين، ونرجع للاستديو مرة أخرى. ميجا ستور، ميجا ستور، ميجا ستور تلبي رغبات الجمهور، أكبر ساحة للأزياء وألقى أنواع العطور. ميجا ستور، ميجا ستور هي العلامة. اهلا وسهلا بكم عبر هذا البث الحي والمباشر وعبر قناة كل الاطفال، قناة اطفال ومهب الفضائية، وعبر برنامجنا عيديتك علينا. طبعا ما شاء الله احنا الان في ميجا ستور، ما شاء الله جمهور متواجد من وقت مبكر، ناس متسوقين من وقت مبكر حقيقة في هالليالي الجميلة وهالعشر الفضيلة. طبعا عندنا هالصغيرونة وهالشطورة حنتعرف عليها، بعدها حنعطيها سؤال بشكل سريع ونقول لهالشطورة اسمك ايش؟ انيا.
أميرة يا هلا والله. أميرة من وين؟ من حارة الجبل. ما شاء الله من حارة الجبل، يعني من جيزان صح؟ حلو. طيب أميرة أنا ودي أسألك، وش رأيك بالسوق؟ يعني السوق حلو ولا مو حلو؟ حلو. حلو أكيد. شريت شيء ولا باقي؟ باقي. آه حلو أكيد. هذا أحسن شيء. ها؟ يعني أيوة صح؟ طيب أميرة أنا حاعطيك سؤال، جاهزة للسؤال؟ إذا جاوبتي حتختاري إحدى القسائم الشرائية المقدمة من مركز ميجا ستور، جاهزة؟ قولي أيوة جاهزة. أيوة. أيوة طيب. السؤال يقول يا أميرة، السؤال يقول يا أميرة، عيد الأضحى، طبعا هو سؤال كبير لكن إن شاء الله مبسط لك، عيد الأضحى يوم كم؟ 5 ولا 10 ولا 15؟ ها ركزي معايا، 5 ولا 10 ولا 15؟ لا تستعجلي. ايش؟ 10. حلو ما شاء الله تقول 10. طيب اختاري قسيمة يلا. آه شوف ما شاء الله صفقوا لك، يلا اختاري قسيمة. قسيمة شرائية مقدمة من مركز ميجا ستور، سوي القسيمة كذا للكاميرا قدام. إذا قسيمة شرائية مقدمة من مركز ميجا ستور ب 150 ريال، إذا ميجا ستور همه الأول هو تفعيل هالبرنامج عيديتك علينا. أعزائي المشاهدين لا تروحوا بعيد، رجعي للاستوديو. الجمهور أكبر ساحة للأزياء وأرقى أنواع. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى بعد طلعتنا إلى ميجا ستور، واللي حاب يشارك مع عمو أحمد والمتسابقين ميجا ستور مقابل تويز أر أر، وعندنا اتصال. ألو ميرا. ميرا كيف حالك؟ ميرا. ألو. ألو كيف حالك؟ إيه؟ كيف حالك؟ طيب الحمد لله. دوم يا رب. تحب تكلمي زهرات ولا تشارك؟ ألو ألو طيب. هلا هلا. طيب الحمد لله، تراني ذحين قاعدة أتابعك. شكرا. تحبي تشاركي في المسابقة؟ ألو اسمعينا من التليفون لا تسمعينا من التلفزيون. الحين انا من التلفزيون. اي اي اها شكرا، بس خفضي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. ايوه ابغى اشارك. طب يلا تفضلي السؤال مع خديجة. كم مرة ذكرت كلمة اسمعك اسمعك. عيدي السؤال. كم مرة ذكرت كلمة الجنة في القرآن الكريم؟ اعطى خيارات. 66 مرة، 65 مرة، 66 مرة. 66 مرة أو 55 مرة أو 66 مرة. ألو 66 مرة. إجابة صحيحة ودخلتي معنا في السحب وإن شاء الله تفوزين بأحسن الجوائز، ويأخذك الكنترول عشان يسجل بياناتك. وأحب أذكركم بسؤال الشات، هو كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ للإجابة أرسل كلمة طفل أو طفلة على الأرقام اللي راح تظهر لكم أسفل الشات بعد البث المباشر، ويلا خلونا نكمل مع الهام لين خديجة خسرت. هي لا لازم معها معها حتى تخسر. يلا اسمه ستار صح؟ طيب يلا نكمل معك مركزة الهام. هذا الكرسي لونه أحمر صح؟ أحمر. ها؟ أحمر. هذاك سسامي صح؟ هذاك سسامي. أبوك اللي هناك صح؟ أبوي اللي هناك. الله هذا ورد حلو صح؟ هذا ورد حلو. ما بي نغير. يلا اللعبة الثانية هي تبون إيش قلتوا؟ تبون على حقة الأسماء الزهور اللي تقولين عن خديجة مثلاً حتقول مثلاً أي ياسمين، ويلها مثلاً حتقول أي وردة أو زهرة اللي يحبونها، وبعدين أنا أجي أسردها لهم على أساس إنها قصة. يعني أجي أقول لهم مثلاً كنت أنا قاعدة أمشي في مكان وفجأة شفت الياسمين، وخديجة تقول يا بنت يا بنت أو هلا أو أيوة أو أنا عادي أي شيء يفقوا على كلمة. يا هلا طبعاً أختاروا أنت. لما أقول اسمك وين؟ يا هلا يا هلا
لا. طب اختاري انت ايش تبين؟ هي انا انت ايش؟ ورد او زهرة او شيء؟ ياسمين. انا الجوري. الجوري وانت؟ ياسمين. سمين كيسان ببالها بيلا سان. تمام وبدأنا يلا ركزوا. لما اقول زهور كلكم يا هلا ما في ولد متبقين على يا هلا يا هلا على يا هلا. طيب يلا انا مره كنت قاعده امشي وفجاه شفت السسامي وسلمت عليه وقلت له ما شاء الله ايش هذا الياسمين اللي في يدك؟ قال لي هذه حصلت هديه. قلت له ما شاء الله وريني وريني يدك الثانيه. رفع قلت له ما شاء الله ايش هذا الجوري اللي في يدك؟ يا هلا ما تتاخرين بسرعه يا هلا. تمام وخلاص وكملت مسيرتي قاعده امشي ولقيت الجوري وقلت لها يا هلا. وبعدين مشينا بعدين فجاه كذا قلت الله ورد البيلسان هذا حلو. وننتقل الحين الى ميجا ستور مع عمو احمد المتسابقين ونرجع لكم يا الجوري وبيلسان. هلا ميجا ستور ميجا ستور الان في الاعلان لاول مره في جازان. الان في الاعلان لاول مره في جازان. ميجا ستور ميجا ستور. مشاهدين عدنا لكم مره اخرى هنا من وسط مركز ميجا ستور. هالمركز الجميل هالمركز الرائع عندنا ما شاء الله الان مجموعه من الامورات الشطورات حنتعرف عليهم. نحب نذكر ونقول انا ان شاء الله من غدا سوف تبدا هناك مسابقات بقسائم بمبالغ كبرى هنا من مركز ميجا ستور. حنتعرف الان على الشطورات وحنعطوهم مسابقه حلوه خفيفه لطيفه ظريفه. اسمك ايش شطوره؟ تالي. بصوت قوي. تالي. يا هلا والله بتالين. اسمك ايش؟ بيان. لا بصوت قوي. بيان. يا هلا والله. ها ليان. حلو. انهار. حلو. رهف. يا قويه. ضيف. يا سلام. ديماس. حلو. رؤى. يا هلا والله. طيب كذا تعرفنا عليهم حنعطوهم المسابقه الحلوه هذه. عندنا فائزه واحده حتحصل على قسيمه شرائيه مركز ميجا ستور لو في هدايا البسيطه اللي حيفوزوا معنا. خلاص طيب حنبدا الان استاذ حسين بحكلي طبعا هو المشرف معانا من المركز. حنبدا المسابقه وقبل ما نبدا حنعطيكم شرح المسابقه. المسابقه سهله. مثلا حقول لكم شيء موجود في ميجا ستور. خلاص حتقولوا ملابس حتقولوا شرابات حتقولوا يعني كل شيء موجود. خلاص اللي يتاخر اللي ما يتكلم اللي صوته ضعيف نقول له مع السلامه. خلاص لازم صوت قوي. جاهزين يلا شيء انت كم عمرك اول شيء؟ انت كم عمرك؟ ما اعرف. ما تعرفي؟ طيب درستي تدرسي؟ اكيد هاي تدرسي ما شاء الله اذا عارفين. يلا شيء موجود في الفصل. ها شيء موجود في الفصل نبدا. ها سبوره. سبوره حلو. سريع غير السبوره. سريع في الفصل اشياء كثير سريع بتطلع. واحد ماسه حلو. كرسي حلو. كرسي لا كرسي قالوه. سريع واحد. سريع اثنين. ثلاثه ما اعرف. اربعه قلم حلو. مكيف حلو. سبورة ذكية. لا قالوها السبورة خلاص هي نفسها. سريع واحد اثنين حتطلعين. مساحة حلو. معلمة حلو. كراسة حلو. ها يلا سريع. ها شيء موجود في الفصل كملي. ها سريع واحد. طاولة ممكن طاولة المعلمين. ها سريع سريع واحد اثنين الين الخمسة ثلاثة أربعة خمسة. وهذه أولى المتسابقين اللي ودعتنا. نقول لك شكرا لك على مشاركتك الحلوة ونستمر معهم ونقول لهم شيء موجود. خليكم معي. شيء موجود في المطبخ. ها فرن حلو. سريع إيش؟ ميكرويف حلو. ها ثلاجة فليزر. إيش؟ فليزر وثلاجة. ثلاجة وفليزر ممكن صح في ناس. نعم سريع. دولاب حلو. مكيف حلو. خلاط. مكيف في المطبخ. ايوه مكيف. يلا حلو. ها خلاط حلو. ها سريع واحد اثنين ثلاثة أربعة. سريع أربعة باتاثا خمسة. وهذه الشطورة نقول لها معليش حظ أوفر ودعتنا شكرا. بقى عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. حلو وحنشوف الآن حنبدأ من عندك أنت. ها يلا
شيء موجود في شيء موجود في ميجا ستور ها؟ ملابس. ملابس. ألعاب. ألعاب. سريع. بكل. بكل حلوة. طوق. طوق حلو. شراب. شراب حلو. مريول. مريول حلو ها سريع. سريع. واحد. أحذية. أحذية حلو. شنط. شنط حلو. شراريب. شراريب حلو لا قالوها صح؟ شراريب قالوها. شراريب قالوها. واحد. شنط. شنط قالوها. اثنين. ثلاثة. ألعاب. ألعاب قالوها ثلاثة. فساتين. فساتين قالوها ملابس. أربعة. 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 إيش؟ جاكيت. قالوها الملابس. خمسة ونقول لها معليش حظ أوفى صديقتنا الجميلة مع السلامة. وبقي عندنا الآن خمسة من الأمورات وحنشوف من الفائزة معنا بالقسيمة الشرائية المقدم مركز ميجا ستور. نبدأ. شيء موجود في وين 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 شيء موجود في الثلاجة. سريع. إيش؟ دجاج حق الهمبرجر. دجاج حق الهمبرجر. حلو بس كملي. شراب. شراب في الثلاجة؟ لا يا بنتي وين شراب في الثلاجة؟ أنا أقول الثلاجة وش فيها؟ يلا سريع. سريع. مين هذا اللي حط الشراب في الثلاجة؟ سريع. سريع دربت دربت واحد. اثنين لا انت شطورة حتعرفي. ثلاثة. أربعة. موية. أربعة. موية. موية حلو. سريع. ايش؟ عصير حلو. فواكه. فواكه حلو. خضروات. خضروات حلو ها. واحد. بن. بن في الثلاجة ما اعتقد. ما اعتقد. لو جدتك شافتك حطيت البن في الثلاجة حتوريك فيك الوين. ها. سريع. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. ثلج. الثلج ممكن ها حلو ها. سريع رجعنا لك الله. ايش؟ موية قالوا. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. أربعة. يلا ما نبغاك تخسرين. خمسة ونقول لها مع السلامة ودعتنا هالشطورة هالأمورة نقول لها شكرا على مشاركتك الحلوة. بقى عندنا أربع من الشطورات وحنشوف من حيفوز. بشكل سريع شيء موجود خلوني يعني أعطيهم شيء يورطوا فيه. شيء موجود في السيارة سريع. كيف. كيف حلو. سريع سيارة سيارة. سريع. شاحن. شاحن في سيارة شاحن أهم شيء الشاحن. ها روحي. راديو. حلو. إيش. راديو. راديو حلو. كنب. كنب يا سلام. واحد. ثلاجة. ثلاجة في السيارة ما اعتقد. سيارة في ولم استطيع ممكن بعد سيارتها. سريع واحد. شنطة. شنطة حلو. ابواب. ابواب حلو. مسجل. مسجل حلو ها. واحد. اثنين. باب. باب قال ابواب صح؟ ناس قال ابواب سريع. واحد. اثنين. شنطة قالوا ثلاثة. اربعة. اربعة. مسندة. ايش؟ مسندة. ايش؟ مسندة. مسند صح المسند. ها سريع. سون. ايش؟ كرسون. ايش؟ كرسون. ايش ايش؟ لا خليها تقول ابغى اسمعك. ايش تقولي؟ لا تعالي وش تقولي. سريع سريع تطلعين. واحد. اثنين. ثلاثة قولي. قولي ثلاثة. أربعة. مفتاح. مفتاح حلو ها. شريط. شريط حلو. مقودة. اللي هو ايش هذا؟ دركسون حلو سريع ها. وانه قلتي صح ها. تفضلي. واحد. اثنين. ثلاثة. دركسون. ثلاثة. اربعة. كفر. كفر حلو. سريع. سريع. واحد. بنزين. بنزين. حلو ها. فرامل. فرامل حلو. بنزين. بنزين قالوه. واحد. منديل. منديل. والله ما يلا منديل منديل مش الحال ها. مساحة. مساحات حلو. واحد. اثنين. شكلك بتطلعي. ثلاثة. أربعة. أربعة. كيف قالوا أربعة. أربعة. خمسة ودعتنا هالشطورة نقول لها مع السلامة شكرا لك. آخر ثلاث وحنشوف من حيفوز معنا قربوا شوي. شيء موجود وين أبو سيد؟ أنا خلاص ضاعت علي كل الأشياء. شيء موجود وين هسه حسين بحكي لي. شيء موجود وين؟ شيء موجود وين؟ سريع ها نبغى شيء موجود وين 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 بالصالة. يلا الصالة ها.
كراسي. كراسي. كنب. كنب. شاشة. شاشة حلو. سريع، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. 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 خمسة. مع السلامة. يعطيك العافية. يلا آخر ثنتين. هنشوف من حيفوز. مع اسمك إيش؟ رؤى. رؤى. وأنت إيش؟ ريماس. من وين؟ جازان. من جازان. وأنت؟ طوال. من الطوال. وحنشوف من حيفوز، من جازان ولا من الطوال. حنشوف. شيء موجود في، شيء موجود في، نبغى مكان ضيق شوي. شيء موجود في وين 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 وين؟ حلو. يلا، شيء موجود في البحر. جيب لنا شيء كبير. ايش؟ السمك. سمك. قواقع. قواقع. دولفين. دولفين. مرجان. مرجان. الحوت. الحوت. اخطبوط. اخطبوط. اخطب. دولفين. دولفين قالوا. واحد. قنديل. قنديل. واحد. اثنين. طلحب. ايش؟ طلحب. طلاحب. محار. محار. سريع، واحد. صخور. 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 ها. طلع. ايش؟ طلاحف. طلاحف قالوها. واحد. قواقع. قواقع قالوها. اثنين. سفينة. سفينة. سفينة حلو. سريع، واحد. اثنين. قارب. قارب. يلا مش الحال. ها. واحد. سلطان البحر. ايش؟ سلطان. سلطان البحر. واحد. اثنين. ثلاثة. أربعة. 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 خمسة. ودعتنا. نقول ايش الطلاب، وش اسمك؟ رؤى. رؤى، بالله نسمع لها تحية، نسمع لها تحية قوية تستاهل. اختاري إحدى القسائم الشرائية المقدمة من مركز ميجا ستور. قسيمة شرائية بقيمة، أعطينا الكاميرا، بقيمة 150 ريال مقدمة من مركز ميجا ستور. أعطي الشطورة اللي طلعت قبل شوي، وين الشطورة اللي راحت آخر واحدة؟ أعطوها تستاهل. إذا أعزائي المشاهدين لا تروحوا بعيد، رجعوا إلى الاستديو. الآن في الإعلان لأول مرة في جازان. ميجا ستور. ميجا ستور لها التميز عنوان. ميجا ستور. ميجا ستور لها التميز عنوان. ميجا ستور. ميجا ستور. ورجعنا لكم مرة ثانية مشاهدينا الأعزاء، وعندنا اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. لمار. نعم. لمار كيف حالك؟ طيبة. كل عام وانت بخير. انت بخير. صح السلامة. شكرا. انت تحبي تشاركي في المسابقة؟ ما اسمع. تحبي تشاركي في المسابقة؟ نعم. طيب تفضلي. السؤال مع إلهام. السؤال هو ما هي عاصمة المملكة العربية السعودية؟ مرة سهل. الرياض. إجابة صحيحة، ودخلتي معانا في السحب، وإن شاء الله تفوزين بأحسن الجوائز. والحين الكنترول راح ياخذ بياناتك، لا تقفلي. ونحب نذكركم إنه اللي يبغى يشارك مع عمو أحمد في ميجا ستور، طبعا ميجا ستور مقابل تويز آر أس. وأحب أذكركم بسؤال الشات، هو كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ للإجابة أرسل كلمة طفل أو طفلة على الأرقام اللي راح تظهر لكم أسفل الشات بعد البث المباشر، ونستقبل اتصالاتكم على الرقم 7-0-0-7-4-4-2 ومن كل أنحاء العالم 0-0-8-8-2-1-6-2-2-7-7-4-1-0-6 تحويلها رقم 6. وخلونا نلعب كذا لعبة ظريفة خفيفة بما يجينا مكالمات. طبعا الحين انا في يدي هذه ورده، وراح ادوسها. طبعا خديجه والهم حيغمضوا عيونهم وانا حدوسها، واللي تلاقيها اول هي يدوسها. يلا عفاف. يعني يحسب لها نقطه. يلا عفاف. غمضي. امانه ما حد يشوف. اشوفك من هنا. خلصتي؟ خلصت. يلا بعد لكم لما العشرة. واحد. اثنين. ثلاثة. صح. زبتها. أمانة ما شفتي. خلاص. طب يلا دورك. أنا والهم نغمض. يلا خديجة.
وعندنا اتصال ونقول ألو السلام عليكم. جنى كيف حالك جنو؟ ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي ارفعي صوتك. وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. ارفعي صوتك. تحبي تشاركي في المسابقة؟ اسمي جنى. طيبة. اهلا جنى تشرفنا. تحبي تشاركي في المسابقة؟ ايه؟ تحبي تشاركي في المسابقة؟ ايوه. تفضلي سؤال مع النجمة خديجة. من اول من صام؟ ايوه. اعطي خيار. من اول من صام؟ طيب. ادم عليه السلام. ادم عليه السلام. ادم عليه السلام. ايه؟ من اول من صام؟ ادم ولا ادم ولا عيسى؟ ادم. الو جنى. الو الو. اجابه صحيحه. دخلتي معنا في السحب وان شاء الله تفوزي باحسن الجوائز. والحين الكنترول راح ياخذ بياناتك كلا تقفلين وان شاء الله تخلين معنا في السحب وتفوزين. طيب يلا الهام غمض عشان خليها تخبيها. واذكركم بسؤال السات، هو كم مره حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ للاجابه ارسل كلمه طفل او طفله على الارقام اللي راح تظهر لكم اسفل الشاشه بعد البث. بعد البث. على بال ما خديجه تدسها راح ننتقل الى ميجا ستور مع عمو احمد والمتسابقين. نروح ونرجع لكم مره ثانيه للاستديو. ميجا تنوع وانبهار وثمانية ألف اختيار، كل التميز والجمال لزوارنا بالانتظار. ميجا ستور ميجا ستور. ميجا تنوع وانبهار وثمانية ألف اختيار، كل التميز والجمال لزوارنا بالانتظار. ميجا ستور ميجا ستور. الآن الآن في الإعلان لأول مرة في جازان. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم معنا عبر هذا البث الحي والمباشر من عبر قناة كل الأطفال، أطفال المواهب الفضائية، وعبر برنامج عيديتك علينا هنا من مركز ميجا ستور. معنا هشطورات وعندنا أيضا بطل حنتعرف عليهم. تشاركي معنا أنت اللي هناك، تشاركي معنا. طيب حنتعرف عليهم بعدها حنقول لهم بالمسابقة. طبعا المسابقة سهلة مثل ما تشوفون. تعرفك اسمك إيش؟ جود. مين؟ جود. جود؟ جدان. جدان؟ وجود. وجود؟ لما. لما؟ سامر. مين؟ سامر. سامر؟ ريتاج. اذا ما شاء الله انت خلودي. خلودي وين رايح يا خلودي؟ اجلس اجلس يا باب، اجلس اجلس يا باب، اجلس يا ابو شباب، اجلس اجلس. بسم الله عليك، اجلس اجلس يا باب، اجلس اجلس. لا لا هو وقف هذا. طيب تعال تعال سوي سوي. طيب الله خلودي وحقنا في البث. طبعا هذا بسم الله، طبعا هذا ولد الاستاذ سليمان الدوجان اليوم. طيب خلودي لا توقف، لا توقف يا خلودي. طيب حنتعرف عليهم، اتعرفنا عليكم خلاص، انا لخبطت خلود اليوم. حنبدا المسابقه الان مع هالشطورات وهالامورات. مستعدين انت معهم؟ فاهمين المسابقه؟ طيب ضموا مع بعض، قربوا شوي قربوا شوي قربوا شوي. تعرفنا عليك ولا لسه؟ تعرفنا عليك. تعرفنا عليك. اسمك ايش؟ ريتاج. ريتاج. وانت؟ يدو. مين؟ يدو. مين؟ يدو. يا هلا والله فيكم. طيب حنبدا الان المسابقه، مستعدين؟ يلا ابدا حرك.
واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 14 15 16 17 18 كمل لين هناك كمل لين هناك 16 17 18 19 كمل كمل لين هنا سريع يلا رجع 19 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ستوب. إذن هذه أول واحدة ودعتنا نقول لها مع السلامة. يلا قربوا مع بعض قربوا مع بعض قربوا قربوا خلوكم على الخط اللي هنا خلوكم على الخط اللي هنا وقف على الخط هذا يلا سريع يلا أعطيها يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ستوب. انت مين؟ يلا على السلامة يا شطور. ها أعطينا سريع سريع يلا حرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ستوب. يلا على السلامة شكرا. ها بقى عندنا أربعة تاني لك يا شطور رجع شوي رجع شوي يلا حرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 لسه لسه كمل 22 23 24 25 26 27 ستوب. عند عند مين؟ ايش؟ هي اللي دقيقة عند مين؟ ابدا مسوحي يا شطور عند مين؟ عند مين؟ وانتوا ايش تقول؟ ها؟ انت مين؟ طيب انا اعطيكم نعيد نعيد معلش يلا تعال بس توقفي على المربع اللي هنا وقفي مع المربع معلش تعال المربع اللي هنا تعال المربع اللي هنا تعال المربع اللي هنا يا شطور ايوه خلاص لا بس خليك في المربع في المربع لا حد عدى ايوه خلاص يلا نبدا حرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ستوب. ها عند مين؟ والله عند مين الولد ولا البنت؟ الولد ها عند مين الولد ولا البنت؟ والله عند الولد البنت يا جماعه الخير. طيب غلط خلاص معلش ها نسمع الولد هذا مع السلامه خلوا كل واحد في كل واحد في مربع تعال هنا يا شطور تعال هنا تعال هنا تعال في المربع هذا يلا حرك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ستوب. إذا شكرا طيب تعالي أنت امسكي طيب تعالي هنا تعالي هنا تعالي هنا وقف في المربع اللي هنا تعالي هنا يا شطورة سريع يلا آخر متسابقين سريع يلا أعطيها من اليمين سريع أعطيها من اليسار كذا سريع يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ستوب. اسمك ايش؟ ريتاج. شكرا ريتاج يعني خربنا اليوم حق ميجا ستور. اذا عندنا هالشطور اختاري قسم شرائيه سريع مقدم مركز ميجا ستور سريع سريع اذا قسم شرائيه تعال وين رايحه حاطين الكاميرا شوي قسم شرائيه مقدم مركز ميجا ستور اعزائي المشاهدين لا تروحوا بعيد رجع الى الاستوديو. ميجا ستور ميجا ستور تلبي رغبات وجدناكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء وعندنا اتصال ونقول ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ طيبة أهلين نورتي تحبي تشاركي في المسابقة؟ ايه تحبي تشاركي في المسابقة؟ عليكم السلام اسمعينا من التليفون لا تسمعينا من التلفزيون يا حلوة ايه الو اتفضل السؤال مع النجمة إلهام أين توجد ساعة بيج بان في لندن ولا اليابان ولا لندن؟ الو بيج بان لندن ولا اليابان ولا لندن؟ الو لندن ولا اليابان ولا لندن؟ اسمعينا من التليفون. الو 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 ايوه لندن ولا اليابان ولا لندن؟ لندن. اجابه صحيحه ودخلتي معنا في السحب والكنترول راح ياخذ بياناتك وان شاء الله تفوزين. والان ننتقل الى ميجا ستور. ميجا ستور ميجا ستور ميجا ستور
نجا تنوع وانبهار وثمانية ألف اختيار، كل التميز والجمال لزوارنا بالانتظار. لكم بعد الذهاب إلى الاستوديو الآن عندنا ما شاء الله ثلاث أمورات، هنتعرف عليهم وحنعطيهم سؤال، إذا عرفوا الإجابة كالعادة حيكون عندهم قسيمة شرائية مقدمة من مركز ميجا ستور. اسمك إيش؟ ريتاج. يا هلا والله. ها اسمك ايش؟ غلا. غلا يا هلا والله. اسمك ايش؟ تالا. تالا يا هلا والله. طيب السؤال يقول، وحشوف منه اسرع واحد في الاجابه، السؤال يقول ما اسم ام الرسول محمد عليه الصلاه والسلام؟ ما اسم امه؟ ها نعطيكم خيارات. يلا بنعطيكم خيار، خيارين بس. ها امنه او حليمه؟ آمنة أو حليمة؟ آمنة. حلو، تقول آمنة وإجابة صحيحة، قسيمة شرائية مقدمة من مركز ميجا ستور. شكرا على هالمشاركة. إذن أعزائي المشاهدين لا تروحوا بعيد، رجع إلى الاستديو. ميجا ستور، ميجا ستور، تلبي رغبات الجمهور، أكبر ساحة للأزياء وأرقى أنواع العقود. ميجا ستور، تلبي رغبات الجمهور، أكبر ساحة للأزياء. عدنا إليكم متابعينا الأعزاء وأذكركم بسؤال الشات، هو كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ للإجابة أرسل كلمة طفل أو طفلة على الأرقام اللي راح تظهر لكم أسفل الشات بعد البث المباشر. ونشكركم لمشاهدتكم حلقتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا وانبسطتوا، وإلى اللقاء، نلقاكم غدا بإذن الله. ميجا ستور، تلبي رغبات الجمهور، أكبر ساحة للأزياء وأرقى أنواع العقود. ميجا ستور، تلبي رغبات الجمهور، أكبر ساحة للأزياء وأرقى أنواع العقود. ميجا ستور. هي العلامة الرائدة، متألقة متجددة، كل احتياجات الأسر تجمع.